الكونغرس الأمريكي بدأ بالتحرك لخنق جماعة الحوثي في اليمن، وذلك من خلال إجراءات عقابية وانتقامية في نفس الوقت. التفاصيل جاءت بشكل حصري من قبل The Washington Free Beacon في 24 ساعة الماضية، والتي أكدت بأن السيناتور الجمهوري المعروف تيد كروز هو وستة من الجمهوريين الآخرين بدأوا بالتحرك داخل الكونغرس الأمريكي من أجل طرح مشروع قرار يهدف لفرض عقوبات مباشرة على جماعة الحوثي في اليمن. وهذه هي الصفحة الأولى من مشروع القرار الذي سنتحدث عنه اليوم. ما هو هذا القرار وما الذي يبحث عنه؟ ببساطة، هذا المشروع وتيد كروز ورفاقه يبحثون عن إعادة إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب مرة أخرى، وهذا يشمل وأيضا يشمل بشكل كبير التمويل لجماعة الحوثي، أي إن ببساطة لن تكون هنالك أي أموال، وكل الأموال وكل التمويل الذي يصل لجماعة الحوثي من أي دولة في العالم سيتوقف تماما، بما فيها الأموال التي ممكن أن تتحصل عليها جماعة الحوثي من قبل الجانب الإيراني. وفي نفس الوقت أيضا ستكون هنالك عقوبات على القيادات العليا الخاصة بجماعة الحوثي. بحسب الصفحة الثانية سنلاحظ بأن زعيم جماعة الحوثي ألا وهو عبد الملك الحوثي موجود كأول اسم من ضمن المعاقبين بحسب مشروع القرار الذي نتحدث عنه اليوم. وطبعا هذا كله بسبب أن جماعة الحوثي قامت ببساطة في الأيام القليلة الماضية باستهداف المدمرة الأمريكية USS ميسن بصاروخين بالستيين، بعد أن قامت USS ميسن من إنقاذ سفينة سنترال بارك المملوكة من قبل شركة زودياك ماريتايم المملوكة من الملياردير الإسرائيلي وهو إيلي عوفر طبعا. وهذه السفينة طبعا كانت تتعرض إلى احتجاز أو اختطاف، اتضح من قبل البنتاغون بأنهم صوماليين، ولكن بعد ساعات من هذه الحادثة جاءت الصواريخ البالستية لتستهدف المدمرة الأمريكية ولتسقط على مسافة 16 كيلومترا تقريبا من هذه المدمرة. وعلى هذا الأساس الولايات المتحدة الأمريكية والكونغرس الأمريكي تحديدا وبشكل خاص الحزب الجمهوري الأمريكي بدأ بالتحرك لإعادة إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب. وعلى هذا الأساس قال تيد كروز للواشنطن فري بيكن الآتي: اتخذت إدارة بايدن في اليوم الأول قرارا ذا دوافع سياسية بتفكيك العقوبات الإرهابية المفروضة على الحوثيين وقادتهم. وأضاف: لقد كان هذا القرار خطأ واضحا وكارثيا منذ البداية، وأصبح أكثر وضوحا وكارثية مع مرور الوقت. السؤال هنا: هل من الممكن لتيد كروز أن ينجح فعلا في تمرير هذا القرار تحديدا الذي نتحدث عنه، أو مشروع القرار الذي ينوي هو ورفاقه الجمهوريين من أجل طرحه في مجلس الشيوخ الأمريكي؟ بالنسبة لتيد كروز حاول أوائل العام الماضي من تحقيق نفس الغاية ونفس الهدف ولكنه فشل تماما. لكننا اليوم نتحدث عن ظروف مختلفة في المنطقة بشكل عام. وبالنسبة لتيد كروز ما يواجهه هو مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك لأن مجلس النواب الأمريكي بشكل عام هو تحت سيطرة الجمهوريين، وبالتالي من السهل جدا لمشروع القرار الذي نتحدث عنه أن يمر وأن يتم التصويت عليه بالموافقة والأغلبية في مجلس النواب الأمريكي. ولكن أيضا في مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيين هم الذين يمتلكون الأغلبية، وبالتالي هذا يعتبر عائقا على تيد كروز. لكن هناك استهداف مباشر على المدمرة الأمريكية، هناك استهدافات وإعلان حرب من قبل جماعة الحوثي على حليفة الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهي إسرائيل، واستهدافات مستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها. وهذا ما يجعل الديمقراطيين هنا يصفوا بجنب الجمهوريين في مسألة التصويت في مجلس الشيوخ. وبالتالي مقارنة بمحاولة أوائل العام الماضي لتيد كروز، تبدو هذه الفرصة سانحة ومؤاتية بالنسبة لتيد كروز لكي يحقق نتيجة فعلية وأن ينجح في تمرير هذا القرار. ولكن هنالك تبعات وهنالك أمور خطيرة قد تؤثر تماما على الرئيس الأمريكي جو بايدن. قد يضع الحزب الديمقراطي حساباته في هذه المسألة تماما إن ما تم إدراج وإعادة إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب. فهنالك مشكلة، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو الذي رفع جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب في عام 2021، وترتب على هذه المسألة اتفاقية هدنة في نهاية المطاف مع المملكة العربية السعودية من جهة، وكذلك أيضا الحكومة الشرعية اليمنية
في الداخل اليمني والتي تسيطر على 70% أو أكثر تقريبا من اليمن بأكملها، وبالتالي توقف إطلاق النار وبدأت المحادثات الدبلوماسية والعمل الدبلوماسي الكبير. ويجب أن لا ننسى أن الصين أيضا دخلت على الخط وحققت العلاقات التي رأيناها وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، وبالتالي حديث كبير عن الدبلوماسية رأيناه قبل كل ما جرى طبعا في قطاع غزة من الحرب التي نراها اليوم. ولكن الآن بالأخذ بهذا المشروع القرار الذي نتحدث عنه، وإذا ما تم فعلا إعادة إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب، فإن هذا سيعني مشكلة كبيرة للغاية بالنسبة للاتفاق والهدنة الجارية بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية من جهة، وكذلك بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية، مما يعني ببساطة إلى أن جماعة الحوثي قد تقوم وقد تعود مرة أخرى لتحقيق استهدافات مباشرة على المستودعات النفطية لأرامكو الخاصة والتي تأتي طبعا في داخل المملكة العربية السعودية، وقد يستهدفون مستودعات النفطية أيضا والمخازن النفطية الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، وهم قاموا بهذا الأمر سابقا، وهذا سيعتبر أمرا خطيرا بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها طبعا حرب في أوكرانيا تدعم أوكرانيا ضد روسيا، ولديها اليوم حرب أيضا في قطاع غزة تدعم إسرائيل ضد الفصائل الفلسطينية حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وطبعا مثل هذه الضربات يعني بأن الولايات المتحدة قد تدخل ببساطة في مشكلة كبيرة جدا على مستوى الوقود وعلى الطاقة العالمية، مما يعني بأن سيكون هنالك تضخما خطيرا ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما في العالم بأكمله والدول الأوروبية، مما يؤثر على مسائل الدعم الأمريكي طبعا لإسرائيل في غزة أو حتى لأوكرانيا في روسيا. بالتالي هذه مشكلة حقيقية ممكن أن تتطور بسرعة إذا ما تم إعادة إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب. وما هو أكثر مقلق وما هو المقلق والأمر المقلق بشكل أكبر للرئيس الأمريكي جو بايدن هي أن تتأثر مسألة وفرص العودة للاتفاقية النووية مع إيران أو فرص تحقيق اتفاق جديد نووي مع الجانب الإيراني، لأن إيران ستكون منزعجة تماما من مثل هذه التحركات أو مثل هذا التحرك تجاه جماعة الحوثي، بالتالي الاتفاق النووي هنا سيكون في مشكلة حقيقية للغاية، وبالتالي جو بايدن هنا يتضرر، وكذلك دونالد ترامب سيكون هو طبعا الشكل، سيظهر دونالد ترامب بأنه هو الأفضل طبعا في ظل هذه التطورات، لأنه هو من وضع جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب، وهو الذي ألغى أساسا الاتفاق النووي مع الجانب الإيراني، وهو الذي كانت له علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مقارنة بجو بايدن، وبالتالي مظهر دونالد ترامب سيكون أفضل نوعا ما من جو بايدن. ويجب أن لا ننسى بأن نوفمبر من العام القادم ستكون هنالك انتخابات رئيسية، ونحن قد نكون أمام جولة ثانية بين جو بايدن وبين دونالد ترامب، وبالتالي الأمر سيؤثر بشكل مباشر على الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية القادمة. وطبعا دونالد ترامب بحسب CNBC الأمريكية هو الآن في موقف قوي تجاه وفي مواجهة جو بايدن اليوم، كانت قد أوضحت من خلال البولز أو الاستفتاءات التي ترونها، طبعا هي أخذت هذه المعلومات من موقع مهم ألا وهو 538، والذي أوضح بأن الشعب الأمريكي بشكل عام من خلال هذا الاستفتاء يفضلون دونالد ترامب ب 42.1% إذا ما واجه جو بايدن، وطبعا من يفضلون جو بايدن هم 39.1%. بالتالي دونالد ترامب يبدو قويا وقويا للغاية أمام جو بايدن، بل أن جو بايدن بحسب هذه الإحصائيات والاستفتاء وبحسب مصادقة الشعب الأمريكي على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما تلاحظون منذ هاري ترومان وحتى دونالد ترامب وحتى جو بايدن بنفسه، جو بايدن لم يحقق مصادقة للشعب الأمريكي عالية، لا بالعكس، بل هو حقق أسوأ ثاني مصادقة للشعب الأمريكي منذ هاري وأيام هاري ترومان، الذي طبعا استخدم القنبلة الذرية والقنابل الذرية على هيروشيما وناكازاكي، وبالتالي جيمي كارتر هو يعتبر الأسوأ ب 36.6%، بينما جو بايدن 39.1%. وهنا مع مثل هذه الظروف وإعادة إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب ومع السيناريو الذي تحدثنا عنه، يجعل طبعا جو بايدن في مشكلة حقيقية أمام دونالد ترامب
مع الأخذ بالعديد من الاعتبارات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية التي ستجعل دونالد ترامب في موقف قوي، وبالتالي هذا يرشح بأن الديمقراطيين قد يأخذون اتجاها مختلفا ضد مشروع القرار الخاص بتيد كروز. ولكن أيضا عدم الاتفاق أو عدم المضي بمثل هذه الإجراءات ضد جماعة الحوثي ستعني بأن جماعة الحوثي مستمرة بالقيام بما تقوم به، وهذه أيضا تضع ضغطا على الإدارة الأمريكية، وخاصة وأن إيران مستمرة في استفزاز الجانب الأمريكي. فذسن البريطانية والجانب الإيراني وكذلك جينيفر غريفن وهي كبيرة المراسلين في قناة فوكس نيوز الأمريكية كانوا قد تحدثوا عن مسألة خطيرة وعن تطور خطير قد جرى في الأيام القليلة الماضية مع حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS دوايت آيزنهاور التي وصلت إلى بحر العرب وكذلك إلى خليج عمان، وبأن حاملة الطائرات كان هنالك إعلانا أيضا لدخولها إلى الخليج العربي. كم تم الحديث بشكل مباشر بأن طائرة مسيرة إيرانية كانت قد اقتربت بشكل خطير للغاية فوق المياه الدولية من حاملة الطائرات الأمريكية، وطبعا حاملة الطائرات الأمريكية ترافقها مدمرات أمريكية أخرى طبعا وسفن أخرى منها طبعا فرقاطة فرنسية، وبأن الطائرة الإيرانية كانت قد اقتربت بشكل خطير وتم إرسال العديد من الإنذارات لهذه الطائرة الإيرانية، وطلب الجانب الأمريكي بأن يكون هنالك إبعادا لهذه الطائرة، لكن الطائرة استمرت بالتحليق وصورت كل السفن بما فيها طبعا المدمرات وبما فيها حاملة الطائرات دوايت آيزنهاور بشكل خطير للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تسقط هذه الطائرة أبدا، ولكن أيضا في نفس الوقت الطائرة الإيرانية لم تضرب حاملة الطائرات الأمريكية، وكانت هنالك لقطات مصورة من الطائرة الإيرانية. ستلاحظ هنا كيف أن الطائرة الإيرانية هنا تصور حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور، وستلاحظ من واحدة من اللقطات بأن USS دوايت آيزنهاور هي تتحرك، هي في نقطة حركة، هي ليست متوقفة، وهذه الطائرة الإيرانية طبعا اعترضتهم بهذا الشكل. وإذا ما أخذنا هذه الصورة وهذه اللقطة سنلاحظ بأن هنالك عدد من المعلومات المهمة الموجودة التي من الممكن أن تكشف لنا طبيعة أين جرت هذه العملية. سنلاحظ بأن تاريخ هذه العملية هي في 26 نوفمبر طبعا من هذا العام، وسنلاحظ أيضا التوقيت في الساعة 9:30 طبعا، هي بدأ التسجيل من 9:18 ودقيقة ومضت طبعا إلى 9:30. وسنلاحظ هنا من خلال هذه الأرقام بأننا أمام إحداثيات موقع تواجد هذه الطائرة بالضبط، وأين اعترضت هذه الحاملة الطائرات الأمريكية التي نتحدث عنها. بالتالي إذا ما ذهبنا وأخذنا هذه الإحداثيات وذهبنا إلى القمر الصناعي الآن لكي نلقي نظرة على طبيعة الموقع لنتجه مباشرة إلى الخليج العربي إلى مضيق هرمز، وهذه النقطة إما بحثت عنها في القمر الصناعي فستجد نفسك أمام هذه النقطة بالضبط، هذه النقطة التي جاءت لها هذه الطائرة الإيرانية وقامت بعملية اعتراض الطائرة أو حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور الأمريكية. وواضح جدا أن USS دوايت آيزنهاور كانت على وشك الدخول إلى مضيق هرمز، وبمجرد ما أنها بدأت تتحرك هنا طبعا الجانب الإيراني يرصد هذه المنطقة بشكل كبير، لديه رقابة عالية على هذه المنطقة، وكذلك يمتلك جزيرة قشم التي تتواجد فيها أيضا قاعدة للطائرات المسيرة، بالتالي الطائرة ممكن أن تكون كانت قادمة من هذا الاتجاه أو من العمق الإيراني، لا يهم، هي اقتربت بشكل خطير من حاملة الطائرات الأمريكية. وللتأكد من هذه المسألة سنلاحظ بأننا أمام تاريخ 26 نوفمبر، والقيادة المركزية الأمريكية سبق لها وأن وضحت بأن في 26 نوفمبر حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور عبرت مضيق هرمز ودخلت إلى الخليج العربي، وبالتالي هذا يوضح كل ما جرى، ونشروا حتى صورة لها بهذا الشكل، وبالتالي يبدو بأن الطائرة الإيرانية كانت فعلا في هذا الموقع وهذا كل الذي جرى. ما هو مثير أن الطائرة الإيرانية
التي اقتربت من USS دوايت آيزنهاور هي من نوع أبابيل 5 الإيرانية. ومن كشف عن هذه المسألة هو مراسل التلفزيون الإيراني وهو يونس شادلو، هو الذي قال بأن الطائرة كانت من نوع أبابيل 5 وبأن هذه الطائرة حلقت لمدة 5 ساعات بالتمام والكمال فوق حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور. ليس هذا فحسب، بل إن الجانب الإيراني بحسب طبعا العمليات البحرية التجارية البريطانية وهي UKMTO كانت قد أعلنت بشكل مباشر بأن هنالك تدريبات ستكون في خليج عمان من قبل الجانب الإيراني على مياه خليج عمان هنا، وقد نشروا طبعا حتى التواريخ لهذه التدريبات، وستلاحظ بأن الأول والرابع والثامن والحادي عشر وغيرها من هذه الأيام حتى 29 من ديسمبر ستستمر هذه التدريبات بالنسبة للجانب الإيراني. فجأة بعد دخول حاملة الطائرات الأمريكية تجري هذه التدريبات، وطبعا هذه هي منطقة التدريبات كما تلاحظون هنا باللون الأحمر كما حددتها هذه المنظمة البريطانية التي تتتبع حركة السفن البريطانية أو حركة السفن التجارية بشكل عام، والمنطقة هي خليج عمان كما نلاحظ. وبالتالي نحن أمام تطورات هائلة للغاية من جهة قادمة من الكونغرس الأمريكي ومن جهة أخرى من قبل الجانب الإيراني تجاه الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ترقب لانتهاء الهدنة الإنسانية الجارية في قطاع غزة.